المجتمع والدراما تبقى هي دائما تعالج وجدان الأمة، لأنه في كثير من القضايا بتستصعب على الناس إنه تتعالج على أرض الواقع في كثير من المجالات، لكن الدراما ممكن تصل وتعالج بصورة مباشرة لأنه بتخاطب القلب إلى القلب أو الوجدان مباشرة عن طريق الممثلين المحترفين اللي بيحبوهم الجمهور. من خلفاتنا لعمك حجازي مع جمال عبد الرحمن أيقونة الدراما، نتابع من ثم نعود مشاهدينا نواصل هذا المد المباشر برفقتكم. أنا قاعد 200 ما أصبحت. يا عم حجازي والله العظيم أنا ما عندي زمن. أنا يا عم حجازي اترفدت من 60 شركة يا أخي. أصل البنك ده يا الله لميت فيه يا أخي. أنا ما عندي زمن، البنك ده ما بيعرف زمن. والله الشاي شاربه والقهوة شاربه وفطرت أسعد ومارق. على الله خليني يا خمسة شريط. أنت منو؟ انا الكرار والدزين ود محمد الكرار. ايوه ما شاء الله الكرار يا اخي الله يبارك فيك. يعني ما شفيه زي حوفه ساكت. انا اقول السلام عليكم ولا نكرمك ولا يعني نكرم مسواك ساكت يعني تمشي هنا. انا كنت دار اسلم عليك لكن خطفت من خشمي ورا والله. ما سلمت عليه من الاول من بديت والله يا عم حجازي. تقول ساكت انت يعني السلام عليكم ما تقوله. طيب بس مستعجل ما عندي زمن. والله تمشي مني ساكت. لا يا عم حجازي يا عم حجازي اسمعني يا اخي اشتغلت في البنك انا ما شاء الله بيض موصل بنكي. ما شاء الله والله ما عندي زمن. اقسم بالله ما عندي زمن والله. لا اديك اي حاجه شاي بارد ان شاء الله كرفيت برفدوني لكن ان شاء الله كرفيت برفدوني. يا حجاز والله زماني كعب يا عم حجاز. يا حجاز على قبل. ها الحل شنو يا ابو يعني؟ الحل شنو كيف؟ يا اخي يا اخي جدك ده انا ما اعرف اعمل له شنو يا اخي. جدك ده يا اخي ناس الجامع بعد الصلاه جاء عزموا لي هنا شاي والجيمات والجيمات كملة سوينا قراصة والقراصة كملة في النهاية لحقناهم بليلة. ما دافع من جيبه يا أخي. أنا زاد عدمني أنا عدمني يا أبو يعني جدد أنت ما عارف الكرم الزايد الحاصل عليه وده. يا أخي جدك ده دافع من جيبه. ما دافع حاجة من جيبه. أنت بتقول منجدك هنا والله العظيم أنا منجدني هنا وهناك الاثنين. طيب أنا عمل شنو يعني؟ دمنا كمان جايين أسينا. شوفوا دمنا ده من ده؟ قاسم قاسم منو؟ قاسم راجل بنتك سعاد. سعاد حرزت؟ يا عالم عالم طوله. قاسم اي احنا دخلت الزول؟ ندخل وين؟ دخل الصالون طوالي يا عم ما تتكلم اصلك كمان ما دار تبقى يقول علينا ناس بخلة نحنا؟ يا نحنا بخلة؟ ما دخلوا الزول واخرموه وجيبوا له الحاجات يعني اطبحوا له. لا يا عم حجاز قول له وسائل ان احنا ناس حجاز زي الناس كرمه يقول علينا ناس بخلع. انت ذاتك يعني انا على زيك بتسعكت ما انت لازم تقول زول كريم وتكرمه. امشي يا انت تمشي اكرمته ولا اكرمته؟ تمشي يا سيدي طوالي تكرمه وترجع لها سيده قمشي اكرمه لحد ما انا اسلم عليه امشي. لكن انت ما قوم بتعمل امشي الله يوفقك كذا تمشي. بخيل ان الله زاد كان عارف زاده ما كان عرس ريك سعاد. هي لا سعاد عرست جزم. ايوه جزم مرحب. ها لقيت زادك الباب؟ ها لقيناه. ها كرمتو؟ اكرمه كيف؟ لا 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 شو بس ما في كلام حتى عيالنا تكرموا حتكرموه. لا لكن انت ما قلت لك انا ما بقصر مع اي حاجه يعني تكرموه شوف يعني اهم حاجه زول بي مره عبر سبيل تقربه. يا عم حجازي انت تفهمني؟ هاي تفهمني؟ هاي بفهمك. الضيف الجدع ما بني ادم. ما بني ادم؟ دي الحماره دي. حماره؟ هاي عليها الطلاق تكرموها. جيبوا لها عيش علقوا لها مع كبده الرطبه.